تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين. في الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني اعتزاز بالمؤسسة العسكرية ودورها في الحرب على الإرهاب. صالون التشغيل بصفاقس بحث عن فرص عمل وخلق تواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية. والأحواض الرومانية بقفصة ملاذ للأهالي من حرارة الطقس تفسده مظاهر الإهمال والتلوث. مرحبا مجددا. اعتزاز الشعب التونسي بمؤسسة الجيش الوطنية وإنجازاتها التاريخية ودورها في محاربة الإرهاب كانت أبرز ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية الباجي قائد سبسي خلال إشرافه على استعراض أمنته الجيوش الثلاث في الذكرى 61 لعيد الجيش الوطني. عالم المفدى. في الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني جدد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تقدير وفخر الشعب التونسي لمجهودات قواتنا المسلحة التي تعمل ليلا نهارا على حماية حدودنا البرية والبحرية والمجال الجوي وعلى تعقب الإرهابيين أينما كانوا بروح وطنية عالية، مشيرا في ذات الوقت أن الحرب على الإرهاب ستظل مفتوحة إلى حين اقتلاعه من جذوره. وقد عملنا في هذا المجال على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تقوم على 4 محاور، وهي الوقاية والحماية والتتبع والرد. وعلى صعيد آخر تم وضع خطط عمل لمواجهة هذه الآفات الاجتماعية، يتمثل محاورها في أولاً إعادة تنظيم هياكله في وزارة الدفاع الوطني، مواصلة اقتناء تجهيزات ملائمة، مزيد تحسين ظروف عيش العسكريين والإحاطة بهم، تطوير منظومة التكوين والتدريب والاستعلام. كما نوه رئيس الجمهورية بدور قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب، منها معركة بن قردان. وليس في معركة بن قردان إلا ملحمة أخرى لقواتنا المسلحة، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نترحم على شهدائنا الأبرار من عسكريين وأمنيين ومدنيين، كما نشكر سكان مدينة بن قردان على ما تقدموا به من دعم معنوي لجنودنا في مشهد فريد من نوعه. مناسبة أكد خلالها وزير الدفاع فرحة الحرشاني على دور القوات المسلحة في مواصلة تأمين عوامل الانتقال الديمقراطي وفي مكافحة الإرهاب والتهريب. وفي هذا المجال وضعت المؤسسة العسكرية استراتيجية لدعم القدرات العملياتية لأفرادها بما يتلائم مع التهديدات غير التقليدية. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نترحم على أرواح الشهداء من عسكريين وأمنيين ومدنيين الذين قدموا أنفسهم فداء الوطن. الاحتفال بالذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني حضره رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، مناسبة تم خلالها كذلك تقليد شارة الرتب لعدد من العسكريين من الذين شملتهم الترقية هذه السنة. وبالمناسبة دشن رئيس الجمهورية الباجي قائد سبسي صباح اليوم بالعوينة مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري بعد أن كان أعلن قرار إحداثها في 24 من السنة الماضية. رئيس الجمهورية كان مرفوقا بوزير الدفاع خلال جولة جابت أقسام المدرسة وطلع فيها على مختلف مكونات وتجهيزات المبنى. المدرسة ستؤمن أساسا تكوين أفراد القوات المسلحة في مجال الاستخبارات والأمن من خلال تنظيم دورات تكوينية وأخرى خصوصية وتدريبات ميدانية في إطار التكوين المستمر لفائدة الاستخبارات والأمن والدفاع. أكدت وزارة الداخلية والسياحة في بلاغ مشترك حول تعرض سياحنا جانب من مدينة نابل إلى الطعن أن الواقعة لا صلة لها بأي عمل إرهابي. وأوضح البلاغ أن الحادثة تتمثل في اعتداء شخص مضطرب نفسيا اليوم على سائحتين من الجنسية الألمانية من نفس العائلة،
وهما أم وابنتها البالغة من العمر 27 سنة، وذلك بآلة حادة، مما تسبب في إصابة الزوجة على مستوى الكتف بجروح طفيفة تمت معالجتها، وإصابة الابنة مما اقتضى وضعها تحت المراقبة الطبية، وحالتها الآن مستقرة. وقد عادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية سلمى اللومي رقيق السائحتين بالمستشفى الجهوي بنابل واطمأنت على حالتهما الصحية. وقد جدت هذه الحادثة في سوق الصناعة التقليدية بنابل، مما مكن السيطرة على المشتبه به من قبل الوحدات الأمنية المتواجدة على عين المكان لتأمين المنشآت السياحية. وكانت مصادر أمنية ذكرت أن محاولة سرقة بالتهديد بسلاح أبيض بسوق البلغة بنابل اليوم أسفرت عن إصابة سائحة بسكين على مستوى البطن وجرح ابنتها التي برفقتها على مستوى ساقها. ونفت هذه المصادر أن تكون العملية ذات صبغة إرهابية خاصة، وأن الفاعل الذي تم القول قبض عليه معروف بأنه شخص يعاني من أمراض عصبية. أعلن رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي اليوم خلال ندوة صحفية بمقر اللجنة عن صدور 7 قرارات مصادرة جديدة تعلقت بمصادرة أملاك عدد من رجال الأعمال والتجار وديواني ثبتت علاقتهم النفعية بعدد ممن وردت أسماؤهم في القائمة الصادرة في قانون المصادرة. وتشمل القائمة الأسماء التالية: لحبيب بن عبد القادر حواس، كمال بن عبد الله الشملي، السحبي بن التومي سعد الله، صلاح الدين بن عبد الحميد الشملي، شكري بن البشير البريري، ومبروك بن عبد اللطيف الخشناوي، وسمير بن منصور بن راشد. على جملة من المعطيات البحثية والاستقراءات بالاعتماد على وثائق رسمية وبعض اعترافات وبعض المحاضر القانونية، توفر الشروط المستوجبة بمرسوم المصادرة للقيام بأعمال المصادرة ضد جملة ممن ثبتت علاقتهم بمن ذكر بالفصل الأول وحققوا نفعا جراء هذه العلاقة. خصوصية الفرع الثاني أنه مش أملاكهم الكل قابلة للمصادرة، هي أملاكهم اللي انجرتهم جراء العلاقة، أملاكهم اللي مش مشمولة في الإرث، أملاكهم اللي خذوها قبل ما يعرفوا الناس هذوما، وبالتالي فما أعمال تقصي يجب نقوموا بها. في موضوع آخر، يواصل شباب تطاوين انتظار تنفيذ ما تعهدت به الحكومة أثر الأحداث الأخيرة بالولاية وخاصة بمنطقة الكامور. انتظارات تنموية بالأساس، من المنتظر أن تتبع عملية التهدئة. في ولاية تطاوين يتواصل بقاء الشباب المحتجين معتصمين بمنطقة الكامور في انتظار البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من إجراءات للتشغيل بالشركات البترولية وشركة البيئة والبستنة وغيرها من القرارات، بعد إبرام اتفاق مع الحكومة بمتابعة من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تم بموجبه إعادة تشغيل محطة الضخ بالكامور. إن شاء الله احنا ثقتنا في الحكومة كبيرة، احنا نتعاملوا في دولة قانون، عندنا فيها ثقة كبيرة كما هم عندهم فينا ثقة كبيرة. بدنا نتبعوه باش تبقى منا احنا لجنة متاع متابعة تكون من 8 ولا 10 أشخاص، هذه تو باش تكون معناها باش نحضروه وباش نعطوه للسيد الوزير وباش نبقوا نتابعوا حتى لين تتحقق مطالبنا كلها. انتظار هؤلاء الشباب المعتصمين للبدء في تنفيذ الإجراءات الحكومية تقابله سلسلة من الجلسات المنتظرة في الساعات القادمة تجمع مختلف الأطراف المتداخلة لتفعيل تنفيذ تلك الإجراءات. يكون عندنا جلسة يوم الخميس 6 جويلية في مقر وزارة التشغيل بإشراف السيد وزير التشغيل لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. ملتزمين، الحكومة ملتزمة بكل ما تم إقراره، وسيتم تنفيذ كل القرارات وكل ما تم إقراره في الأجال المحددة لها إن شاء الله. إن شاء الله إحنا بس نكون معناها متابعين معناها ومعناها لإعطاء معناها مزيد من الشفافية في اختيار الفائزين في هذا الترشح. وقع افتتاح الانتداب في شركة البيع، كيف زاد الانتداب في الشركات البترولية إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم في جويلية إن شاء الله باش يبدأ التنفيذ لما وقع الاتفاق عليه. هي المرحلة الأصعب التي اتفق الجميع على توصيفها مرحلة تجسيد الثقة وتفعيل الإجراءات بشكل شفاف يرضي أكبر قدر ممكن من الأطراف المتداخلة. في صفاقس نظمت جمعية نحن الشباب بالشراكة مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية صالون تشغيل موجه للطلبة والشباب الباحث عن شغل في تتويج لعدة أشهر من التدريبات والدورات التكوينية التي قدمها مشروع تكوين هدفه تعزيز فرص الشباب في دخول سوق الشغل.
هذا الصالون يهدف إلى خلق فضائل للالتقاء بين الباحثين عن عمل من جهة وبين المؤسسات المانحة للشغل كالشركات وأصحاب المشاريع والمنظمات التونسية بعد أن استكملت ملامح مشروع تكوين الموجه لعدد من الشباب من صفاقس وجابس. الفكرة أصلاً بدأت أنه الشركات ما مش رافضين أنهم يخدموا عبيد، لكن المشكلة فما بعض المهارات اللي تنقصهم كما التواصل، كما كيفاش يكتب السيفي متاعه، كيفاش معنى جملة المهارات هذه تنقص شوية شباب متاعنا. دونك خمنا أنه نعملوا لي فورماسيون في الشيء هذا ومن بعد نخليهم مع الشركات باش ينجموا يعرفوا برواحهم وينجموا نقولوا احنا يفكوا الخدمه نتاعهم. موجودين اليوم باش نشوفوا لي بروفيل، باش نشوفوا لي كانديدا اللي نجموا يعاونونا في السوسيتي نتاعنا ويوصلونا لي زوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا لهم. الجماعه معناتها اللي شاركنا في الكامب الاول والكامب الثاني، معناتها الجماعه المتخرجين والجماعه معناتها في التطور معناتها باش يتخرجوا، وجينا معناتها المعرض هذا باش فرصه لينا معناتها يعطوها لنا ونشكروهم برشا معناتها جماعه بروجي تكوين انهم عطونا الفرصه هذه باش نشوفوا عروض شغل. هؤلاء الشباب استفادوا من تدريبات في مهارات التواصل وقابلية التشغيل وريادة الأعمال، والهدف إدماجهم وتعزيز فرصهم في سوق الشغل. نحس شانجمون وتغيير كسوا في البيرسوناليتي متاعي وإلا في الافونسمون، نحس فما برشا تطور وكل شيء في الموديول اللي عملناهم، وإن شاء الله إن شاء الله اليوم نعمل نعملوا حاجه باهي. احنا عملنا سيليكسيون، عملنا لهم دي فورماسيون، حضرناهم وجبنا شركات اليوم باش يشوفوا شنو هو البرودوي اللي حضر اللي هما دي جون بري ا اتر امبوشي. صالون الشغل يضم هذه المره اضافه الى الشباب الباحث عن عمل عددا من الشركات المشغله موزعه على 30 منصه عرض لاستقبال الزائرين واجراء مقابلات عمل لانتداب عدد من طالبي الشغل. أمراض القلب والشرايين أول سبب للوفاة في تونس نظرا للتغييرات الحاصلة في نمط العيش ونوعية الغذاء وخاصة التدخين. الوقاية والعلاج أهم المستجدات الخاصة بهذه الأمراض، مثلت موضوع الدورة 14 للأيام التونسية الأوروبية لأمراض القلب التطبيقية بسوسة. انطلقت فعاليات الدورة 14 للأيام التونسية الأوروبية لأمراض القلب التطبيقية بسوسة بحضور أطباء من تونس ومن أوروبا لتقديم محاضرات حول عمليات القسطرة وعلاج القصور القلبي وضغط الدم وعلم نبضات القلب وطب الرياضة والقلب. الجديد في هذه الدورة هو نقل مباشر من قاعات القسطرة من خارج ومن تونس، خاصة في علاج الصمامات القلبية بتقنية القسطرة بدون عمليات جراحية. في تونس فما تقدم كبير معناها في على مستوى أمراض القلب، على مستوى معناها التجهيزات، طبعا باش نشوفوا آخر المستجدات في هذه الأمراض، أمراض الجراحة القلب وجراحة القلب، وفي نفس الوقت معناها فما تكوين للأطباء الشبان في عدة مجالات. وسيتضمن المؤتمر نقلا مباشرا لبعض عمليات القسطرة من مستشفيات بالعاصمة وسوسة، سيتم مناقشتها من قبل خبراء تونسيين وأجانب في خصوص التقنية المستعملة لعلاج أمراض القلب، إضافة إلى مداخلات تتضمن توصية علاجية. عندنا برشا مرضى وقت يوصلوا الضغط نتاعو الدم يرجع عادي، أول حاجة يعملها يوقف الدواء، وتوقيف الدواء هذايا لاحظناه 50% من التوانسة توقف الدواء في العام الاولاني. دونك فما قاعدين نعملوا في حملات تحسيسيه باش نوعيوا المريض باش ما يوقفش الدواء نتاعو. وقت اللي تقولي تقصير القلب هو معناها العضلات نتاع القلب مريضه، والعضلات نتاع القلب مريضه عندها برشا اسباب، من الاسباب هي مرض الشرايين، ومن الاسباب الاخرى هي غلظه الدم، والاسباب الاخرى هي مرض السكر. دونك انا عندك برشا امراض يعملوا تقصير في القلب. ويعد هذا المؤتمر مجالا تطبيقيا لكل ما يتعلق بأمراض القلب، ويهدف إلى تكوين الإطارات الطبية في القطاعين العمومي والخاص. الوجهة الآن إلى قفصة، إن اختار شباب الجهة مقاومة حرارة الطقس بالسباحة والتمتع بمياه المسبح البلدي وخاصة الأحواض الرومانية والتي تمثل متنفسا وحيدا بالمنطقة رغم ما يلحقها من تلوث وإهمال. أمام ما تشهده الجهة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لم يجد هؤلاء الصغار من سبيل سوى التوجه نحو المسبح البلدي بقفصة والاستمتاع بأجواء السباحة باعتباره المتنفس الأوحد لشباب الجهة وأطفالها أمام حرارة الطقس القياسية التي تسجلها الجهة.
هو تقريبا المنفذ الوحيد في ولاية قفصة. حبينا قمنا بجميع الإجراءات اللازمة للتسريع في فتحه نظرا للحاجة الملحة اللي معناها من شأنها وأن هالوليدات ضامة يتفردوا في الطقس هذا الحار. الوليدات صغيرة جبتهم اليوم البيسين، يعني المتنفس الوحيد برسك في الولاية قفصة. الحقيقة في النباهي نظيف ياسر، الدنيا سخونة اليوم لازم نعومه، الواحد طاير شوية قلق في الدار، سخونة ياسر الدنيا. باهي باهي بالقدا، أما ناقص شوية ترميم برك، كان يتولهون بيه برك على الأقل الواحد يلقى ما يهون يعدي وقته. الأحواض الرومانية أو ما يعرف بواد البي تعتبر بدورها ملاذ متساكني حومة الواد والأحياء المجاورة هروبا من حرارة الطقس، إلا أنها تعاني الإهمال وتراكم الفضلات وندرة العيون الجارية التي كانت تشكل نبض الحياة وعين للشفاء يقصدها كل من يزور مدينة قفصة. الناس الكل كي تقعد مع بعضها وعلاش لا ما نخرجوش مقترح حسب المقترح المقدمينه كجمعيه ونخرج مقترح تاع اون فوا بور توت معناه الواد يكون فيه الماء. كسب وخسرناه بنيتي والله تو قاعد نتفرج قلبي وجعني. حسره فعلا حسره كبيره ياسر كانوا متمتعين فيه الصغيرات الكل بدون استثناء. وتبقى إشكالية الماء وعودته تدريجيا إلى مثل هذه المواقع الأثرية ومنه إلى واحة قفصة التاريخية حلم أهالي الجهة مع كل صائفة. إشكاليات قديمة متجددة تغيب فيها الحلول الجذرية أمام حلول وقتية زادت الوضع سوءا. ونختم النشرة بالشأن الثقافي، إذ تنطلق الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي في 8 جويلية بسلسلة عروض مجانية ستقام بالبرج الأثري بالحمامات لتتواصل إلى 26 أوت المقبل، فيما يتم افتتاح المهرجان رسميا في 15 جويلية القادم. أكثر من 30 عرضا ستؤثث الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي والذي سينطلق في 8 من الشهر المقبل ليتواصل إلى غاية 26 أوت 2017، ذلك ما تم الإعلان عنه أمس خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن البرمجة. المهرجان باش يكون فيه أسماء كبيرة سنة، فيه تنوع كبير في الموسيقى في الأنواع الموسيقية، فما الفلامينكو فما الجاز. الاختتام باش يكون بعرض عالمي قدم لأول مرة في تونس، عرض أنور إبراهام بمشاركة فنانين جاز من أشهر الفنانين في العالم. أيضا عرض افتتاح احتفاء ب 30 سنة لفضاء التياترو، عرض افتتاح من تصور وإخراج توفيق الجبالي اسمه 30 وانا حاير فيك 30، نرجعوا لل 30 سنة وجود التياترو في الساحة الثقافية التونسية. فيه كيف نقولوا احنا ملخص اللي معطاه التياترو لمدة 30 سنة. عروض متنوعة بين المسرح والرقص والغناء والندوات الفكرية والمعارض الفنية وانفتاح المهرجان على الفضاءات الخارجية ضمن فقرات عديدة، إضافة إلى عديد الأسماء الفنية التي ستكون حاضرة في هذه الدورة كالفنان المصري محمد منير والفنانة السورية هيام يونس والفنانة الأمريكية بيث هارت، جعلت الصحفيين والنقاد يستحسنون هذه الاختيارات. برمجة متميزة في الدورة الحالية المهرجان الحمامات، الحقيقة سمعت عليها من قبل برشا الأسامي الموجودين الكل لكل الأذواق، معناتها شباب وكهول. اللي شدني كونه تنويعة كبيرة فيها كل شيء، يعني حتى سألت على بعض الأشياء اللي كنت نتوقع كونه كنا نحكيه على 7 معناها 6 تام، معناها سألت على السينما لقيتها موجودة بشكل أو بآخر، سألت على يعني على مشروع كامل على أساس كونه فما للأطفال واليافعين اللي هما باش يكونوا فهمتني جيل آخر ومستقبل البلاد هذيا موجودين. هذا وستقام فعاليات الأوتدور أو خارج الأسوار بالبرج الأثري بالحمامات من 8 إلى 14 من الشهر المقبل، وستكون البداية بعرض سهاد أند ذا ناتال باتش وورك. ختاما هذا تذكير بالعناوين. في الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني اعتزاز بالمؤسسة العسكرية ودورها في الحرب على الإرهاب. صالون التشغيل بصفاقس بحث عن فرص عمل وخلق تواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية.
والأحواض الرومانية بقفصة ملاذ للأهالي من حرارة طقس تفسده مظاهر الإهمال والتلوث. ختاما نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفاز التونسية تونيزيا تيفي. في أمان الله.